بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوان الأحباب، أحييكم بتحية الإسلام والإخوة على المجموعات المباركة. سوف نكمل إن شاء الله حوارنا مع الأخ الفاضل أستاذ محمد عباس، ما احتفظنا بالألقاب للجميع. أحتفظ بألقاب لنفسي، أحتفظ ألقاب بلقبي لنفسي، وأحتفظ بلقبه للجميع إن شاء الله رب العالمين. فلن نستخدم الألقاب في هذا الحوار، فنحن إخوة وبنتعاون مع بعض وبنعمل حوار إن شاء الله، حوار يكون شيك محترم، وعشان نوصل لكلمة سواء بإذن الله رب العالمين. كلمة سواء يعني كلمة محترمة نقدر إن إحنا يعني إيه نوصل فيها لاتفاق على مسائل معينة نكون كلنا متفقين فيها إن شاء الله رب العالمين. الواضح قدامكم إن هو طبعا كلمة أخونا الفاضل الأستاذ محمد عباس بيتكلم، حضرتك قلت إن الموضوع فيه فرد عضلات ومش فرد عضلات وكلام من ده يعني، بس أنا حبيت أوضح إن أنا عمري بفرد عضلاتي على حد، ولن تجد من فضل الله سبحانه وتعالى أصبر مني وأكثر صبرا في طرح المعلومة والصبر عليها والحرص على الطرف الآخر إنه ياخدها من منبعها الصح. الحمد لله رب العالمين، ودي هبة من الله ونعمة من الله سبحانه وتعالى، أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمني منها. دي نقطة. النقطة الثانية، يشرفنا وجودكم طبعا، وأنا شرفني طبعا وأسعدني جدا إن أنا سمعت الرد بتاع حضرتك، وإن شاء الله إن إحنا نوصل لكلمة ونتفق عليها وتبقى قدام الناس كلها كلمة سواء بإذن الله رب العالمين. يبقى مفيش حاجة اسمها فرد عضلات، احنا هنتكلم مفروض كلام حوار علمي محترم، بنكلم بعض. حضرتك طرحت موضوع عن الحجامة وتعريف الحجامة، وكان الموضوع بيقول الحجامة كذا في دم فاسد ومش فاسد وكده يعني، وطبعا احنا بنتكلمنا عليها وقلنا ان مفيش حاجة فيها دم فاسد وكده. اول طبعا ملحوظة، هنسمع الاول مقدمة كلام حضرتك. أخي دكتور عبد الناصر، يعني يشرفني طبعا الحديث معاك ومع كل الإخوة على الجروب الطيب، وإحنا قبل كده التقينا في بعض الجروبات، ويمكن كان في بيني وبين حضرتك مراسلات كثيرة قبل كده، وبيننا كل احترام وأكن إليك كل التقدير طبعا. طبعا جزاكم الله خير الجزاء، وانا اؤكد ان انا الحمد لله رب العالمين ليس بيني وبين اي احد الا كل احترام من فضل الله سبحانه وتعالى، واشكرك، الشعور متبادل ان شاء الله يعني. واحنا بنقول كلنا بنتعلم، وانا اتعلمت منك حاجات كتير جدا على فكرة، وكلنا بنتعلم ما فيش حد يعني، لكن احنا ما بنتكلمش للاسف الشديد يعني، مع احترامي ليك واحترامي لكل المجموعة، احنا ما بنتكلمش في قرآن منزل يعني. القرآن لما سبحانه وتعالى ربنا انزله حتى يعني بلهجات وتشكيلات مختلفة. هذه أول نقطة معلش ما أقدرش أفوتها، لأن القرآن نزل باللغة العربية وليس بلهجات ولا بكذا، القرآن نزل باللغة العربية. رقم اتنين، إن إحنا بنتكلم عن حاجة لها علاقة بصحة الإنسان، يعني صحة الإنسان يعني بتتعامل مباشرة مع الجسد. ما ينفعش إن إحنا ما نعطيهاش حقها من الدراسة من كذا من كذا، احنا بنتكلم عن طب، عن تطبيب بيتعالج مع بيتعامل مع حالات صحية معينة. يبقى هل معنى ذلك ان احنا من سياق الكلام اللي حضرتك قلته ان احنا كده نخلي الحجامة كده يتعلمها كل من هب ودب؟ خلاص، طيب لو كل من هب ودب حابب يتعلم الحجامة، المفروض على الأقل يتعلمها صح، على الأقل يتعلمها صح ويصبر عشان يمارسها صح، عشان في مجتمع وفي بيئة وفي أمراض وفي كذا وفي كذا كده يعني. وأنا بس بحب أوضح إن أنا لم أهجم على حضرتك، أنا ما هجمتش حضرتك ولا كاد، بالعكس أنا طلبت إن أنا أستفيد، وإذا كان عندك رأي علمي يثبت فساد الدم، ما نجيش نقول إن الناس بقالهم 20 سنة بيقولوا دم فاسد، وعلى مذكرة حفني بيقولوا فاسد، وهنا فاسد وهنا مش فاسد. احنا عايزين كلام علمي
طبي يثبت بأن هذا الدم فاسد. أما الرد إن إحنا نقول لو ما كانش فاسد الدم بيخرجه، لما بيخرجه لأن أنت إحنا بنقطع الجلد، من شرط الجلد فبيخرج خلاص. ده كلام منطقي يعني، كلام علمي يثبت أن الدم اللي بيخرج في عملية الحجامة أو الأخلاط بتخرج في عملية الحجامة هي أخلاط فاسدة أو دم فاسد. وزي ما بنسمع قراءات مختلفة، 7 قراءات مختلفة للقرآن بنستمع إليها، وعلشان ما تطلعش كلمة خطأ وتتغير معناها. أنا بتكلم وبقول يا جماعة ده دم فاسد طلع، مش الدنيا ما تتهدش وتتبني. طب هو دم طاهر جميل وحلو، دم زي العسل اللي طالع ده. لا ده كده بقى، ده كده مش اسلوب علمي، احنا كده ما بنتكلمش بالعلم، احنا كده بنميل لبعض. يعني مثلا نميل لبعض يعني ايه؟ يعني يا عم اخدك على قد عقلك وانت عايزه طاهر وحلو. لا احنا عايزين كلام علمي. ليه بقى؟ لان الدنيا ما تهدتش. لا الدنيا بتتهد، الدنيا بتتهد لعدة اسباب. لانه عندما يطلق على اخلاط الحجامة التي تخرج عن طريق عملية الاحتجام ويوصف بالفساد، يوصف بان ده دم فاسد، فاحنا قلنا ده بيهون في نظر المعالج ونظر المريض من قيمة هذه الدماء التي تهدر. فتلاقي المعالج يخرج دماء بدون حساب، ما يعملهاش حساب، فتلاقي كل حتى بعض المعالجين كل ما يخرج دم زيادة يبقى فرحان ويهلل. حتى بعض المرضى نتيجة لاعتقاده بهذه الفكرة يضغط أحيانا على المعالج ويقول له شرط زود في التقشير عشان طلع دم زياده. بعض المرضى يطلب منه، عايز يشوف كميه الدم في علبه نيدو او نيستو، او يجيب لك لتر دم عايز يشوف فيه. فهل احنا نسلم لهذا الكلام؟ هذه نقطه. النقطه الاولى لاثار على المجتمع، ان احنا بنهون من قيمه هذه الدماء المهدره في نظر المعالج وفي نظر المريض نفسه او الشخص المحتجم نفسه، وما لها من اثار سلبيه ما لا يعلم عقباها الا الله سبحانه وتعالى. ونشرنا فيديوهات لبعض الاخوه اللي عامل 14 كاسه ومضيع حوالي 32% تقريبا من دم انسان بالغ، يعني 6 كاس دم تقريبا. ولا اللي عامل مثلا كام كاس، 13 كاسه مطلع فيهم اكتر من 28%. واحد مش عارف عامل كام كاسه ومطلع فيهم، حسبناه بالمعايرة بالمثل، يعني جبنا الكاسة مليناها سائل ملون. لو سمعتوا هذه المحاضرات والله لانبهرتوا، ان الشخص يطلع ما يقرب من 42%، ما يقرب من نصف كمية دم الانسان. ازاي الدنيا ما تقومش وتقعد؟ لا الدنيا تقوم وتقعد، وما ينفعش ان احنا نتكلم بهذا الاسلوب. غلط، لان ده ليس علم. ولا ما ينفعش، احنا بندي دورات عشان الناس تطلع تعمل حجامه وتشتغل، يبقى لازم نعلمهم صح، وبندقق في الاسلوب ونعرفه قيمه نقطه الدم اللي بتطلع عشان يحافظ عليها ما يطلعش الا بحقها. وده في صلب السنه وصلب الحفاظ على كرامه الانسان وبدن الانسان. فما ينفعش ان احنا نستهين بهذه النقطه. لا، والرد ده رد غير مقنع. وانا مش م احنا مش بنعادي حد او ان احنا بنعمل حد عشان نقول طيب عشان خاطرك ما يبقاش فاسد الكلام ده. لا احنا عايزين رد علمي، عايزين رد علمي يقول لنا ده فاسد ايه، او تقر انه ليس بدم فاسد. كون ان احنا بقى بيطلع منين او منين، او احنا بنستصعب الشرح للمريض احيانا خلاص، ولكن على الاقل المعالج لازم يكون عارف مصدر هذه الدماء، من اين تخرج اخلاط الحجامه، لازم يكون عارف طالعه منين. انا عارف ان ما كانش حد عارف هي طالعه منين قبل انا ما اتكلم فيها، ولكن هي طالعه من عده مصادر معروفه، من هين، من 50% كذا 50% ماشي، كلها دم صافي واتكلمنا فيها قبل كده، مش هنعيد الكلام مره تانية خلاص. على الاقل المعالج يكون عارف بعدها ازاي يقدر يتعامل مع المريض، يتعامل معاه زي ما احنا بنتعامل مع المرضى بعد كده، يعني بمنتهى السهوله. اما المريض يقول له انا ما انت ما طلعتش دم زياده ليه، ما اعرفش، يقول له يا اخي الحجامه مش اخراج دم، مش اخراج دم فقط او اخلاط فقط، الحجامه لها عده فوائد، عشرات الفوائد وكذا وكذا. وبعدين السموم والاخلاط في الجسم دي بالمايكروليتر مش بالكيلو زي ما انت متخيل، ويقعد معاه 5 دقائق 10 دقائق يتصدق فيها عن علمه ويفهمه. والله بيفهمه، بيجي لنا هنا عندنا البدو بيفهمه وبيعرف كل حاجه، وانا ما بستخسرش في وقتي ان اقعد معاه ربع ساعه واحيانا نص ساعه ان انا اعرفه ان الحجامه.
وما بيصر على الغلط بقول له مع السلامه روح مكان تاني اعمل بره ما تعملش عندي. بعضهم بيجي بيقول لي انا بعطيك الفلوس ليش ما تسوي عندي؟ قلت له اعمل لك زي ما زي اعمل لك الصح ما اعملكش الغلط. خلاص هو كده. السلام معاش ابتدائية واللي على باب الله في القراءة والكتابة واللي لم تكمل دراستها الثانوية، الناس دي كلها مش فاهمين الكلام العلمي الضخم اللي احنا بنتكلم بيه. فكل اللي فاهمينه ان الجسم هيطرد دم في اخلاط. بالنسبة لحالات الحمل يعني هل ده طبعا النقطة التانية اللي هو احنا طبعا ضدها طبعا تماما، يعني ان انا بقى اروح اعمل لكل من هب ودب واعمل دورة حجامة واحدة ما تعرفش حاجة وتفقع اي حاجة وهتفقع شيء في شيء وكده. اصلا احنا في الصفوة ضد الموضوع ده عشان الانسان بيلتحق بالصفوة بيتعمل له اختبار جدية وكلام من اصلا المفروض ده المفروض. ولكن طالما ان احنا تهوننا ان كل من هب ودب او كل ارمال عايز يعمل كذا كذا، على الاقل لابد ان احنا نعلمهم ان هم يتعاملوا في مهنتهم دي بطريقة صحيحة. ما ينفعش ان انا انزل لعقلهم هم، يعني واحدة ارملة عايزة تعالج الناس وتدعي الناس تعالج بحق تتعب شوية، ما احنا برضو عندنا ارامل وعندنا مطلقات وعندنا دكاترة ومش دكاترة وكل ده، وكل واحد بيأدي الواجب اللي عليه، وفي النهاية لا يصح الا الصحيح اخي الحبيب. فالكلام ده مش كلام ما نقدرش ان احنا نعتمده، ان هو يعني كده رد علمي للاسف الشديد، يعني ما لا يعتمد مطلقا. يعني شوارد سامة، مواد الجسم مش عايزها، المواد دي مواد سامة ضغطت على شوية الأعصاب اللي موجودة، الأعصاب دي متصلة بالأعضاء، بدأت الأعضاء دي تتألم، فلما عملنا الحجامة خرجنا الدم المتكتل على الحاجات دي، بالتالي تم الاستشفاء. أدي الموضوع ببساطة. حضرتك بتعرف الحجامة بطريقة يعني الطريقة ديت ما فيش حد عرف الحجامة قبلك بيها، أحمد حفني الشيخ أحمد حفني عرف الحجامة بطريقة ما فيش حد عرفها. الشيخ احمد حفني اول ما بدا يعرف الحجامه من حوالي 20 سنه او اكتر، كان هناك اليات ما كانش معروف فيها اوراق بحثيه للحجامه، ما كانش. دلوقتي كل حاجه بقت موجوده وحاجه واضحه، وفي امكانيات وفي ابحاث وفي اوراق وبيبرز ورسائل ماجستير ورسائل دكتوراه وحاجات كتيره ما شاء الله دلوقتي موجوده. في كل عصر ادواته وتتطور المفاهيم الى اخره، ولكن هذا ليس معناه كذا. ولكن احب ان اوضح ان الشيخ حفني نفسه عمره ما قال على دم الحجامه انه دم فاسد، ما قالش انه دم فاسد. يا جماعه الموضوع، شوف احنا بنستسهل بالموضوع بنستسهل بيه، ولكن الاستسهال بهذا المصطلح من اكبر الجرائم التي يرتكبها المدرب في حق الطالب اللي بيدربه، المتدرب يدربه. ما ينفعش يقول له كده لانه بيستهين. ده بالعكس، ده انا قبل ما اعرفه ان يعني احنا كده حضرتك بتحصر الحجامه وفائدتها في اخراج الدم بس، طب فين بقيت الياتها ونظرياتها؟ ده الحجامه بتشتغل على المستوى الجيني، بتشتغل على مستوى الكروموزومات، بتشتغل على مستوى الطاقه الالكترومغناطيه، الطاقه القرومغناطيسيه، الحجامه بتشتغل على المستوى التنظيمي، الحجامه بتشتغل على مستوى الهرموني، المستوى المناعي، اشياء كثيره جدا من اليات ونظريات الحجامه. ما ينفعش ان احنا نهدرها ونختصر او ان احنا نخلي بس فايدة الحجامة فقط فين؟ في حتة اللي هي اخراج الدم وخلاص، ان احنا نعبي دم ونكايل دم وخلاص. لا، ليست الحجامة هكذا بالطبع. يعني احنا ما بنيجي نتكلم، انا ليه برد هنا؟ لان رد حضرتك هذا الرد، انا رد بوست بتاع حضرتك كان على العام، وبعدين انا طلبنا الاجابة على العام، وبعدين حضرتك رديت على العام، فانا برضو برد على العام. وللاسف دي انا وجدت ان هي دي الطريقة الوحيدة اللي الناس تفهم الحوار ماشي ازاي، والناس يسمعوا ويشوفوا على اساس ان هو مش فرد عضلات. يا جماعة احنا دلوقتي اعتبروها كأنها يعني حوار اخوي عشان نطلع بيه بنتيجة والكل يلتزم بيها ان شاء الله. لو كان كل عامي يجب ان هو يعمل في الحجامه زي ما حضرتك بتقول، الارمله المسكينه والمطلقه وكذا 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 واللي مش لاقي شغله والعاطل كده، يعني لما لجأ النبي صلى الله عليه وسلم
لطبيب الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو طبيب الأمة لجأ لمين؟ المتخصص في الحجامة، لمن عرف به العلم في هذه المهنة عندما أراد أن يحتجم، حجماء أبو طيبة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم محاطا بأطهر الناس وأعلمهم على وجه الأرض، وهم الصحابة وزوجاته، وخصوصا أمنا عائشة. أمنا عائشة كانت عالمة، وكانت تقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم كثير المرض، وكان العرب يأتون إليه من كل حدب وصوب، وكانت تسمع العلاجات التي يذكرونها، وتسمع وتحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء هي وزوجاته. السؤال هنا، لماذا لم تتعلم السيدة عائشة الحجامة وتحجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا جماعة فلنتقي الله، فلنتقي الله، فإن القاعة مزدحم. إحنا يا إخوة في عام 2018 ولسه بنعرف الناس دم فاسد وأخلاط. المفروض الموضوع ده يخلص، كل المدربين اتفقوا عليه، مفيش حاجة اسمها دم فاسد. لأن زي ما قلنا إن هذا المصطلح له تبعيات خطيرة جدا جدا على مجتمع الإنسان العادي، ممكن يعني مش فاهمها دلوقتي، بس هي فعلا سبب البلاوي، إن هو الاستهتار بالدم الأخلاط اللي بتطلع. قبله انا لما اتكلم عن الحجامه اقول ببساطه اغير الكلمتين بتوع يا جماعه ده خروج دم اخلاط كذا كذا، لا يا جماعه والله ده دم فاسد هنخرجه بالحجامه، في جسم الانسان يبدا يستريح. ما كفرتش وما غلطتش وما غلطتش لا طبعا غلط، غلطت وغلط كبير، غلط كبير، لانك هونت في نظره، في نظر المعالج، هذا الدم انت قلت له اللي بيطلع ده فاسد، فكل ما يطلع زيادة من الفاسد كله خير للمريض. أي أساس علمي يسند هذا القول؟ لا غلطت وغلط كبير جدا جدا جدا، ويجب عليك أن تعتذر عنه وتغيره وتبدله. لا أنت ماذا يضيرنا أنه نحن نقول أن دي أخلاط مصدرها كذا وكذا، خلاص؟ ولكن لابد علينا ان نحترم الدم، عشان كده لازم نشرط تشريط صح وكذا وكذا، نعلم البني ادم ازاي يشرط وازاي يمسك المشرط وازاي وازاي وازاي، عشان نحترم قيمة الدم. لان انت حضرتك احنا بنشوف في قلنا في ناس بيطلعوا نتيجة لمصطلح الدم الفاسد، هنجيب لكم بعد ما نخلص المحاضرات دي على الاخوة اللي موجودين معانا يجيبوا بعض الصور اللي كنا نشرناها قبل كده على بعض المجموعات، وفيها كتل الدم اللي بيطلعوا الدم في الاطباق والمصافي وكذا وكذا وكذا. ليه؟ لانه في نظره يقول لك هذا دم صاحي، دم صاحي، وده دم خايس، وده دم صاحي، او احنا بقى المصريين وشمال افريقيا بنقول عليه دم فاسد، الخليجيين بيقولوا عليه دم صاحي ودم نايم، او يقولوا عليه دم خايس ودم مش عارف ايه. ما ينفعش يا اخي الحبيب، لان ده غلط، ولا يجوز لمدرب ولا مؤطر ان يطلق هذا المصطلح ابدا ابدا، واتمنى ان تزيله من قاموسك، لانه غلط علميا، غلط طبيا، غلط، ولا يمكن ولا يجب ان نستهين بهذا الامر ابدا. في القرآن الكريم يعني سبحانه وتعالى، عشان أهاجم الهجوم الشديد جدا. وما ينفعش ان احنا كلنا بنتكلم ما غلطناش في القرآن او ما غلطناش في القرآن، احنا بنتكلم في علم نتعامل مع الصحة. لا اخطأنا في القرآن، هنا بقى كده بنخطئ في القرآن. أليس القرآن من قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ أما عندما نتجاهل كلام أهل الذكر وهم أهل الطب ونصر على الخطأ، أليس هذا تعدي على القرآن؟ ده ما يعتبرش تعدي على القرآن؟ يعتبر تعدي على القرآن. القرآن لم يترك كبيرة أو صغيرة إلا جاءت وعلمها الإنسان. فما ينفعش إن إحنا كلنا نتكلم إحنا ما غلطناش في القرآن، إحنا لازم نغلط في القرآن عشان نشتغل كويس، ما ينفعش. ولا إحنا برضه بنغلط في القرآن، لا يجوز مطلقًا أن نهدر أهل الذكر هم أهل الطب في أهل التطبيب في التطبيب أبدًا. وللعلم أنا أعلم الطبيب من غير الطبيب، أو الصيدلي أو غيره من غير الصيدلي أو كذا وكذا، من مجرد بعض الكلمات، من مجرد بعض الكلمات، ولا داعي للخوض في هذا الكلام الآن. فأنا بتكلم مع أخي محمد عباس،
المدرب المعروف، المدرب المشهور. وعليك أخي الحبيب مع احترامي لسنك، خلاص أنت بمثابة أخويا الكبير، مع احترامي لسنك ومقامك وحب الناس لحضرتك، أرجو أن نتعامل في هذا الموضوع بالعلم فقط. ما تقوليش بقى غلطنا في القرآن، ما غلطش في القرآن، لا، بتغلط في القرآن أما تتجاهل كلام أهل الذكر. تغلط في القرآن لأن ربنا قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أبصر الطب في النفس فأظهر فيها فوجد كذا وكذا وكذا، يوم نيجي حضرتك ونستهين بكذا عشان نستهين بالدم اللي هو قال لك ما ينفعش الإنسان يطلع من دمه أكتر من 400 سم كل 3 شهور بشرط إن يكون 1 2 3 4 5. تيجي نقول له لا، ده دم فاسد، طلع من الجلد، طلع من هنا، يبقى يخضر على الأرض بدل من الناس تاخده تبرع بيه، يستفيد بيه صح إنسان مريض محتاج، ويخضر بآلاف السنتيمترات أو المليلترات. المليلترات. خلاص؟ يبقى هنا خطأ كبير. مش انا الاخ يعني جزاه الله كل خير اللي هاجمني واللي قال لي، لان في الاول وفي الاخر انا شفت الدروس والمحاضر اللي بنديها للاخوه المعالجين. في الاول وفي الاخر كل ولا بيهمه ان هو دم فاسد ولا دم زي العسل ولا دم زي اللبن، ولا بيهمه هو الدم ده بيجي منين ولا بيطلع ازاي. ما ان شاء الله مهمه، ان شاء الله مهمه. اذا كان لو المتدرب جاهل طب انا ادربه ليه؟ لو هو واحد ما بيهموش ده ولا بيهمه ده ولا بيهمه ده، يعني هو جاي يتدرب عندي ليه؟ طب انا بساعده على فساده؟ يا استاذنا ده ليس هو الاسلوب الصحيح اصلا، ما ينفعش ان احنا نتعامل بهذا الامر. يعني عشان واحد ما بيهموش يبقى احنا نسلم له، نقول له خلاص هو عايز الدم يتقال عليه فاسد عشان يمشي بقى يفسد في الارض وفي جسد البني ادمين، نسلم له؟ ما لا، ما احنا علينا احنا كمدربين ان احنا نعلم الناس الصح. ارجو ان يا جماعه افهموني، احنا لازم نعلمكم الممارسه الصح. حتى لو كنت انت عاطل، حتى لو كنت انت ارمله، لو كنت كذا، لو كنت كذا في المواصفات اللي قالها اخونا محمد عباس، لو كان فيك كل الصفات دي او كان فيك كل الصفات دي، فبرضه لو انا اتخذت على نفسي ان انا اعلمك فلازم اعلمك صح، ما ينفعش اتعلمك غلط. لان لو علمتك غلط انت هتعمل اللي انت اتعلمته صح، فده بيتحط في ميزان سيئاتي انا، لان انا المفروض ان انا بقى اللي عارف الصح، انا المثقف، انا المتعلم اللي بعلمك. ولكن ما عدلكوش عذر بعد ما بنعرفكم دلوقتي. ولا هو كتير ولا قليل، ولا لونه ايه بالظبط، ولا الكاس دوت مقاس 2 ولا 5، ولا المشط 10 ولا 11. كل اللي بيهمه ان هو ياخد موضع صح يتعلمه ويشرط صح علشان المريض ما يتألمش ودم يطلع وكده، يبقى ويسمع كلمة ان الحمد لله تم الشفاء او تم الراحة من المريض. المريض لما بيقعد قدام معالج بسيط او اخت بسيطه بتعالج بالحجامه، يعني انا اعرف منتقبات كثيرين جدا في القاهره عندنا هنا وفي الفيوم وفي محافظات اخرى، على يعني محافظات ريفيه، اقسم لكم بالله ولا تعرف اسم حتى الكاس ايه، ولا تعرف رقم المشرط ايه، وتعلم. وهل هذا هو المقياس؟ هل هذا هو المقياس؟ هل نقيس كلامنا احنا كمدربين كوناس معروفين وبنروح هنا ونروح هنا وبندي علم، نقيسها على ان بعض العوام يمارسون الحجامة بدون علم؟ ولو اذا كان المدرب بيهون من الحجامة كممارسة علاجية بهذا الشكل، فما بال المتدرب؟ طبعا انا في لغايه دلوقتي ما لقيتش اي رد علمي خالص على كلامنا اللي احنا اتكلمنا فيه. احنا بنهون في الموضوع لان العوام عايزين كده، بنهون في الموضوع لان الناس لا مؤاخذه ما بيفهموش، هم عايزين كده وخلاص، لا بيهموا لا لون الدم ولا كده. ليس هذا المقياس، احنا علينا نعلم صح. لان ليه العوام اللي راحت اتعلمت الحجامه، راحت خدت دوره 3 ايام عند اخونا محمد عباس او اخونا محمد شعراوي واخونا امجد هزاع واخونا فلان واخونا فلان وخلاص، وسلم لي بقى على جسم الانسان
وانتشرت الممارسات السيئة، الممارسات التعبانة الخاطئة انتشرت، والله أعلم بقى، يعني شوف بقى اللي بيحصل. حجامة الحجامة وعرفت الحجامة وسكتم بكتم وهي بتعمل الحجامة للمريضة وبتعمل لها عملية مساج الأول وعملية الحجامة المنزلقة بتعملها لها الأول عشان حتى موضوع المساج الأول والحجامة المنزلقة قبل الحجامة والحاجات دي، احنا حتى على فكرة ضد الكلام ده، بس مش هنخوض فيه بقى الكلام ده بقى لما نيجي نتكلم بعدها في الحجامة، انما احنا بنتكلم في نقاط علمية مهمة دلوقتي يعني. خلاص، الموضوع ليس بهذا الأمر أخي الحبيب، انا بس هكمل جزء من كلمتك بسرعة. الجسم يعني ينشط كده والدوره الدمويه تشتغل، وبعد كده بتبدا تعمل نقاط الحجامه. ونقاط كمان فين؟ النقاط المناعيه العاديه جدا 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 اللي موجوده على الظهر. لا بتكلكع على الموضوع وتقعد تشرح للمريضه بقى اصلا ده جاي من الوريد وده جاي من الشريان والاخلاط وبيخرج كذا وبيفصل كذا عن والمواد الفعاله الكثيره اللي احنا عارفينها. لا، ما بيبقاش الكلام كده استاذ الفاضل. احنا ما بيجي يتكلم المريض بيقول كذا كذا، عايز دم كتير، احنا بمنتهى البساطه بنقول له يا اخي اوعى تحسب، يعني ما فيش حاجه اسمها دم فاسد في جسد الانسان الحي. والله المريض بيفهمها، انا عمري ما قلتها للمريض وما فهمهاش، قلت له اقول له مجرد ما اساله ازاي يبقى دم فاسد في جسدك. الدم الفاسد ده ممكن تقوله على الصديد مثلا طالع، يعني جزء من خلايا الدم طالعه ماتت ممكن، انما ما ينفعش ان احنا نقول دم فاسد. ازاي الانسان يعيش بدم فاسد؟ يعني بيفهم وبيسكت على طول، ما بيتكلمش. اما لا، بنقول له الحجامه يا اخي لها فوائد اكتر من 60 فايده، واحده منهم خروج شويه اخلاط بسيطه مع شويه دم حاجه كده خفيفه، يعني بيقوم يسكت. ما حدش من التجربه، الاف الحالات، الاف الاف الحالات. فطبعا ده برضو ما يديناش المبرر ان احنا نستهين بالحجامة بهذا الشكل، ابدا ابدا. اللي بتبقى في الدم او المواد السامه اللي بتبقى في الدم، ولا كل الحاجات دي. كل القصه عايزه في 10 دقائق تخلص الموضوع ومع السلامه المريضه تمشي. كل اللي بيزيد عليها ما تاكليش كذا وما تعمليش كذا وما تعمليش كذا. يعني انا شفت يا دكتور عبد الناصر المحترم لك الكلام ده بعينيا. انا نزلت القرى في مصر ورحت بعض القرى الريفيه في مصر وشفت يعني المعجزات في موضوع الحجامة ده. ناس ربنا أعلم بيهم بيعملوا حجامة إزاي. طبعا في اللي خطأ وفي اللي صح، بدأت أصحح بقدر معلوماتي في الحجامة لبعض الناس، لكن اتضح لي أنا واقف في محاضرة وبتكلم فيها لقيت واحد قال لي يا أستاذ يا دكتور لو صار الكلام ده كان في الجزائر أنا كل اللي يهمني إن الكاسة أحطه فين وأشرط إزاي. أنت ضيعت لنا 3 أيام في الدورة والدورة 7 أيام إن إيه الدم ماشي إزاي ومساراته واتجاهاته. هو الدم أنا لو طيب الشخص ده هل ده يعتبر تارجت كلاينت او متدرب تارجت ترينر لحضرتك؟ هو بالنسبه لي مش تارجت كلاينت، لو قال لي كلمه زي كده هطرده بره، لان ده شخص اذا كان هو بيدعي ان هو عايز يتعلم الحجامه عشان سنه خلاص، فده انسان منافق ما بيحبش السنه، مش عايز يتعلمها. هل انا اغير عقيدتي العلميه وعقيدتي العلاجيه عشان شخص بهذا الفكر الملوث؟ برضه ليست عذر يعني. لو واحد ماشي في السكه واتعور ولا وقع وحصل له جرح الدم بيقعد يدور يخرج منين ولا ما بيخرجش منين ويمشي في مسارات. ما الدم بيخرج من الجسم بيبقى نزيف، اسف متاسف بيبقى نزيف. فقلت له طيب يعني قلنا لا نشتغل تطبيق وبدانا نشتغل تطبيق على الاماكن. مش عايزين يعني الناس عايزين الابسط من كده، لكن يعني كل الاستفسارات دي. واحده حامل، انا جارتي حامل في الشهر الرابع وتعبت وحصلت لها حمى وجات لها واحده منتقبه واتفاجئت دخلت عندها وعملت لها حجامه وجوزها قال لي ده الست عملت لها حجامه والحمد لله وبقت كويسه. وهل تاثر على الحمل ولا حاجه بعد ما عملت؟ اقول له ايه يعني اطربق البيت على بعضه ولا اخليه يمسك في خناق الست دي واقتلها ولا؟ اما بالنسبه للحامل او مش الحامل او كده، يعني فالكلام هنا ان المفروض احنا بنقولش يعني هي الست عملت الحجامه وعملت لها الحجامه ربنا سترها بقت كويسه ومش مشكله يعني. والله صادف ان هي لم تعتدي على نقطه مثلا، كانت محظوره مثلا في من الشهر من 4 ل 6 مثلا،
وفي الغالب دي بتعمل حجامة شعبية في أماكن محددة ما طالتش النقطة يعني، إنما ممكن هب أنها طالت نقطة معينة فعملت للست إجهاض، عملت لها مشكلة، كان يبقى الموقف عامل إزاي؟ ثم إحنا ما بنعملش عشان كده، إحنا عايزين كل حجام يبقى له في حدود وقيود. حضرتك أنا كطبيب مثلا تخصصي مثلا جلدية وتناسلية أو جلدية وتجميل، لو جاتني حالة ولقيتها إن محتاجة مسالك بولية ببعتها المسالك البولية، محتاجة بطنة ببعتها للبطنة، محتاجة كذا ببعتها لكذا، احترام التخصص كذلك احترام المستوى، عشان كده لازم يكون فيه احترام مستوى. الحاجة التانية المسؤولية القانونية، احنا الجزء اللي هنتكلم عنه ان شاء الله هنتكلم فيه في محاضرة قادمة بإذن الله منفصلة، بنتكلم على حاجة اسمها احترام الاستثناء. احترام الاستثناء، الاستثناء في اي حاجة لابد ان احنا نحترمه. فاذا كان هناك مواضع محظورة في الحمل 3 شهور اوين مواضع، في 3 التانيين مواضع، في 3 اخرى مواضع، يبقى ما ينفعش ان احنا للعام نقول له الحامل تتحجم حجمة عادي وكلام من ده، ما ينفعش. لا ما ينفعش تقول له، انت ممكن تقول له تجيب مواضع آمنة في ال9 شهور وتقول له لو جات لك حامل بتشتكي من أي حاجة اعملها المواضع دي بس، أما تريح شوية أحسن ما تريحش خالص. أما لو تعبانة بتروح للمتخصص، يعني إحنا ما بيجي لنا الحوامل من الشهر الأول للشهر التاسع بنعالجهم من كل الأمراض اللي موجودة، أي مرض ممكن، وبتيجي لنا الحامل بنعمل لها أحيانا بال20 و30 نقطة بس، ما بنبقى عارفين في كام ترايمستر، وأي نقط ممنوعة في الترايمستر ده ما بنلمسهاش خلاص، اي نقطة ممنوعة في الترمستر ده ما بنلمسهاش ولا بنتعدى عليها، هو كده المفروض. يعني احنا مش هنمشي على مزاج الناس. قلت له خلاص توكل على الله، خلاص انتهى الموضوع، مش هتلاقوا كويس. قلت له الحمد لله الحمد لله بعيني، انا يعني شفت هذا بعيني ومسمع من اذني لجارتي اللي ساكنه في نفس العماره. طيب اسألني لو انا مكان حضرتك هتصرف ازاي؟ انا هقول مكان حضرتك هقول نفس الكلام للزوج الست اللي هو جه قال الكلام ده خلاص؟ ولو انا عارف الحجامه دي وهي عارفه ان انا مدرب مشهور في المجال او كلام من ده، يعني احاول ان انا اتواصل معاه واقول لها يا اختي انت حضرتك عملتي كذا كذا كذا، انت ما تعرفيش ان في مواضع محظوره في الحمل في ال3 الاولانيين في 3 التانيين، انت تعرفي المواضع دي؟ هتقول لك لا، قول لها طب احمدي ربنا بقى ان ما حصلهاش مشكله. تقول لك طب ما انا بقالي فتره بعمل ومش عارف ايه وكلام من، قول لها خلاص ما تعملهاش تاني، او حاولي تعرفي المواضع المحظوره فين. لو انت شايف ان هي بتمارس كويس وكف وانت عارف المواضع بنقول لها، اما تكون جاي لك حامل اعملي لها اماكن 1 2 3، ما تعمليش اكتر من كده، او ابعتيها لحد تاني وقولي لها ما ينفعش خلاص. هو ده احنا بنتعامل معاه بالمبدأ بالمنظر ده البديل، مش معناه ان احنا نولع الدنيا ونعمل الدنيا وكلام من ده، لا. اللي احنا فيها ففي حاجات كثيره جدا. واحده عملت حجامه في الشهر الثامن، انا اختي خريجه كل في تجويف لوحده كده، وبعدين تخش تاني قناه فالوب، وبعدين تنزل في الرحم 3000 صفحه ونسخه قليله جدا، وبيجي لنا مش عارف مطبوع منين ومنين بنرجع له ايوه معنى كلام حضرتك في الجزء الاخير ان بعض الناس برضو دخلاء على المهنه ودخلاء على الطب، وهم كتير طبعا كده يعني، وربنا يستر، بيقولوا كلام غير مقبول علميا. شوف حضرتك لم تقبل علميا ان الراجل يخرف بيهيس بيقول ان البويضه بتخرج من المبيض بيحصل اوفيليشن فبتمشي في البطن تجي في البطن بعدين تلتقطها الاهداب والفالوبيان تيوب وبعدين كده تدخل بقى مسار الرحم. هو قال لو كان قال كلمه تجويف الحوض كان الكلمه تبقى ممكن سهله، لان فيها جزء برضو من الباثوي بتاع تجويف الحوض خلاص، يعني علميا هو اقرب يعني قريب شويه من الصح يعني، ولكن هو بدل ما قال تجويف الحوض قال تجويف البطن ماشي. ولكن الشاهد من الكلام ان ما ينفعش ان احنا نتكلم في شيء خارج تخصصنا ولا نهون منه الا ما بنلجأ لاهل الذكر وبنحترم كلام اهل الذكر في هذا المجال، وما بدعيش ان انا اهل الذكر، اهل الذكر هم الطب في هذا المجال، طالما في تطبيب يبقى الاطباء. الاطباء بيتكلم، احنا بنتكلم كلام علمي. انا دلوقتي للاسف الشديد لم يصلني اي رد علمي من حضرتك في هذا الشأن. في التسجيل الثاني السيدة الحامل اللي في الشهر الثالث ولا الرابع ولا الخامس ولا الثامن ولا التاسع،
يعني هل الحجامة بتكون خاصة بأمراض دخلت الرحم، ولا دم في الرحم، ولا مشاكل في الرحم؟ هي ممكن تكون مريضة لأي مرض آخر وحجموها. نعم سيدي الفاضل، بيجيلنا عندها صداع، عندها سكري، عندها روماتويد، عندها ذئبة حمراء، عندها أمراض الدنيا كلها، وبنعملها الحجامة المناسبة للمرض بتاعها. بس احنا بنكون عارفين البوينتس الكونترا انديكيتد، او النقاط التي يجب الابتعاد عنها حسب الترايمستر. بنبقى عارفين انت في الشهر الكام، يقول لك في الشهر السادس. اذن في جدول كده موجود، كروكي موجود، بيقول لي المواضع دي في الشهر السادس اياك ان تقترب منها. ليه؟ لان ممكن تؤدي الى واحد اثنين ثلاثة اربعة، فانا احتراما للاستثناء ما بقربش منها، ونعمل لها الحجامة عادي وتخف وتريح. انما تروحش كده هبلولي ونسيبها للناس، وطالما عدت الثلاث شهور اعملي حجامة خلاص. لا ما ينفعش، غلط. يعني ممكن تكون مريضة لأي شيء تاني غير عملية الحمل، لأن يعني برضو أستاذنا الدكتور مصطفى نصر كان دايما يقول إيه في حتة الحمل، يقول لك التسع شهور بتوع الحمل 9 شهور مرض، هم مسميهم كده 9 شهور مرض. فالسيدة دي عندها أي مرض جالها وهي حامل، يعني إيه اللي هيحدث؟ يعني أنا زوجتي في الشهر الثامن حصل عندها انفجار في المشيمة واضطرينا نكمل الحمل، واللي انقذها يعني برضو حاجة عملناها بالحجامة لبعض المواضع، واللي عملها دكتور ودكتور امراض نساء وتوليد عندنا في القاهرة، وقال لي اللي عملها دكتور امراض نساء وتوليد. احنا يعني بقول لحضرتك وباكد لك ان احنا بيجي لنا الناس اللي عندهم ريبيتد ابورشن، او الاجهاض المتكرر، اللي بيشتكوا ان هي بتحمل بتسقط على طول، وبنعمل لهم الحجامه، والحمد لله بعد جلسات الحجامه بيحصل حمل، بيثبت، وبتعمل حجامه اثناء الحمل عشان تثبيت الحمل لغايه ما تولد بالسلامه. اذا ده علم. ما ينفعش ان احنا نيجي بقى لكل من هب ودب، ونيجي للارمله، ونيجي للعوام، ونسيبه كده ونقول له اضرب بايدك زي ما انت عايز، او اضرب بايدك زي ما انت عايزه. وحضرتك زي ما انت قلت، اللي عملوها الدكتور اخصائي نساء وتوليد، هب ان الدكتور ده اخطا، او السيده حصل بريماتيور ليبر، او رضا مبكره، او حصل مشكله، والله بيتحمل تحت قانون المسؤوليه الطبيه بقى، له اللي يحاسبه. طب الانسان العادي ده، الست اللي مش عارفه اسم الكاسه، ولا اسم المشط، ولا اسم كذا، اما نسيبها تعمل حاجه زي كده، بقى تصرفنا معاها ازاي؟ يعني هنودي يديها البنسلين 1,200,000 وحدة عشان نقلل مخاطر تسمم حالة الحمل اللي حصلت في انفجار المشيمة، لحد ما عدينا 15 يوم عشان نبدأ يعني نخش في مرحلة أمان، رغم ان احنا الولادة كانت قيصرية. لكن يعني انا شفت حالات كثيرة جدا اتحجمت وهي حامل لأي مرض تاني، مش شرط ان الدم بقى فاسد ولا غير فاسد دخل للرحم والموضوع خاص بالرحم وبالجنين، لا، مريضة اي مرض تاني جالها، عندها الشقيقة، عندها صداع مستمر، عندها ألم في الجيوب الأنفية، عملت فصد في للدم. ايضا ما فيش حاجه اسمها دم فاسد بيروح الرحم وان احنا هنطلعه بالحجامه والكلام من ده. الكلام ده ملوش اي اساس علمي خالص. احنا في عندنا مشاكل نسائيه معروفه، يا اما واحده عندها مثلا نزيف في اثناء الحمل، ده اللي حوامل يعني، او التهابات، او مثلا واحده عندها مثلا فيروس، عندها مثلا مشاكل معينه نسائيه اثناء الحمل. انما كلمه دم فاسد يروح على الرحم كلام من ده، الكلام ده مش موجود الا اذا طبعا حصل زي ما حضرتك قلت انفجار مشيمه، واتحبس شويه دم جوه واتحلله، بقى اصبح فيه دي حاجه تانية بقى خلاص. ف في حالة الجيوب الأنفية وهي حامل، يعني دي سيدة، يعني أنا ما شفتش إن ده أثر على حاجة. هنا بقى دكتور مش مقياس، هنا يا اخي الحبيب مش مقياس ان احنا ناخد ان فلان عمل. او حضرتك دلوقتي بالظبط زي اللي بيقول احنا بقالنا 10 سنين بنعمل الاخدعين فوق الجيب السباتي ومحدش مات ومحدش كذا، وكأن احنا متابعين كل الحالات. ده غلط. احنا بنحط القواعد الصحيحة وما نتعداش. ليه بقى؟ لان احنا علميا احنا بنتكلم على نسبة مئوية، يمكن ان تتضرر من كذا وكذا، فلو تضررت النسبة دي مشكلة صح؟ فلو
النسبة المئوية احنا بنحترم النسبة المئوية. يعني لو واحد عمل حجامة على فوق الجيب السباتي وما ماتش خلاص، هو من ال 92% اللي ممكن يحصل. طب هب ان واحد من ال 8%. طيب لو واحدة عملت حجامة على مواضع محظورة في الحمل، 60 70 واحدة، 80 واحدة هيعدوا، خلاص 90 واحدة هيعدوا. لو في واحدة من 10 الباقيين ولا غيره، أو واحدة من 100 حصل لها مشكلة، احنا في الطب يا جماعة بنحترم الاستثناء في هذا المجال، ولا نتعدى على الاستثناء إلا إذا كان هناك خطورة حقيقية مباشرة مفيش منها مجال من المجازفة. بالظبط زي أقول لك يعني إيه، إحنا ضحينا عملنا كده وربنا يستر، يا إما الجنين أو الأم أو ربنا يسترها بقى حاجة كده يعني. خلاص، يبقى إحنا الاستثناء له المقام الأول في الطب كله. لو بعناية شفت الناس ديت، ولما بقعد في بعض الأماكن أو حتى في كده في موسوعة علمية وأجمعوا عليه يعني علماء العالم وأطباء العالم إن يمنع كذا، زي ما في أمراض يعني خطيرة يمنع فيها كذا، هي يمنع فيها كذا بإجماع كل العلماء والنظريات الطبية والعلمية. لكن ممنوع ان طبيب مريض الكبد ياخد حقن محدده او انبولات محدده، دي قاعده اساسيه نظريا اتعمل عليها ابحاث واتعمل عليها، هنا بنقول في دليل علمي لها. لكن لا، وفي على فكره ادله علميه كثيره جدا بيطلع لها شواذ. برضه لما بنيجي نتكلم عن نقاط ممنوعة في أثناء الحمل، برضه الناس علماء الطب الصيني لما بيجي يتكلموا في بعض الأماكن، ممكن سيدة عندها مثلا الجنين في وضع عرضي ترانسفيرس، خلاص ممكن يعمل مشاكل في الحمل، في نقاط معينة على الجسم بيعملوا لها تنبيه بلغز الإبرة بتعدل وضع الجنين، بتخليه سيمكيفاليك على سبيل المثال يعني، أو بريتش. عندك مواضع معينة ممكن بتوسع عنق الرحم، مواضع معينة كذا، مواضع معينة تزود انقباضات الرحم عشان تسهل ولاد، مواضع معينة، ما دي برضو أبحاث علماء بيقولوها في الإبر الصينية. وإحنا إذا كان الوخز الإبر بيعمل تنبيه بحاجة واحدة بس، يا إما الإلكتريك كارنت، التيار الكهربي، أو البين الناتجة للوخز أو عملية الوخز نفسها، فللأسف الشديد، مش للأسف يعني، لحسن الحظ، الحجامة التنبيه بتاع أضعاف أضعاف الوخز الإبري. فببساطة ببساطة بمنتهى السهولة، أي نقطة ممنوعة في أثناء الحمل في الوخز الإبري امنعوها مع الحجامة، ما تعملهاش في الحجامة بالنسبة للحامل بمنتهى البساطة. طب مين بقى اللي عارف الحاجات دي؟ ده أنا بحاول إن أنا أسهل الموضوع يعني. أدلة كثيرة جدا 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 بيطلع لها شواذ. لكن ايه المقصود؟ ان احنا بنتكلم ببساطة، مع كل مع احترامي كل اللي على الجروب ولا على الجروبات دي كلها، لو شفنا المستويات العلمية هتطلع مستويات علمية مختلفة تماما. يعني انا اعرف واحد بسم الله ما شاء الله بيعالج بالريفليكس وبيعالج بالريكو وبيعالج بالريكو وبيعالج بالإبر الصينية، اقسم لكم بالله خريج كلية تجارة، يعني استاذ بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك عليه، بقى له 10 سنين بيعالج بالطريقه دي، ممتاز جدا جدا جدا، احسن من يمكن المتخصصين كمان فيها. فاحنا بناخد بايد الناس وبنعلمهم بالراحه، بننزل معاهم للمستوى اللي يناسبهم في الكلام ونطلع احنا عندما نحاول ان احنا نعلم الناس، المفروض احنا بننزل للمستوى اللي يعلمهم نفس المعلومة. يعني انا لما اقعد مع وسط دكاترة بكلمهم باسلوب عايز اوصل لهم معلومة معينة، معلومة معينة مثلا في الحجامة، الكلام ممكن يكون مستوى عالي شوية يفهمه الطبيب، الاقل من الطبيب بنبدأ نتكلمه بمستوى اقل شوية، بس في النهاية بيوصل لنفس الفكرة. يعني موضوع مثلا يعني حجامة على الجيب السباتي، طبيب له كلام، اللي تحت الطبيب له كلام، اللي ما يعرفش حاجة خالص له كلام خالص، بس في النهاية الكل انت وصلت له ان ممنوع الاحتجام على هذه المنطقة لانها كذا، واحد اتنين تلاتة خلاص. انما مش ننزل ان احنا نهدر المادة العلمية وقيمة المادة العلمية خلاص، ونتهاون في احترام الاستثناءات اللي هي موجودة في المحاذير على حساب المادة العلمية.
وطبعا انا اعرف مدربين ومؤطرين بيدعوا على نفسهم دكاتره وما مالهمش علاقه بالطب، ومدربين ومؤطرين في، انا اعرف سباكين بيدعوا ان معاهم شهاده دكتوراه، واخدين شهاده دكتوراه، مصورين نفسهم هم اللي بياخدوا شهاده دكتوراه، من بعض النصابين اللي اتمسكوا في مصر اخيرا. يعني هو للاسف ما اتمسكش، بس بكره هيمسكوهم. يعني الموضوع ايزي ايزي، يجيب لك شويه مش عارف ايه ويحط ويصور ويقول لك قال ايه، بيسلمه شهاده مش عارف دكتوراه مش دكتوراه. الواحد اصلا سباك، ولا واحد ممكن مدرس تغذيه و بيشتغل عالم برضه، دكتور ومش دكتور وكلام من ده. يعني لابد ان احنا نحفظ يا جماعه المستويات بتاعنا، ولازم ما ينفعش ننزل بالماده العلميه مع احترام الجميع. يعني ما يبقى حد مثلا اقتصاد منزلي ولا كذا ولا كذا ويعيش في الدور وكذا ومش عارف ايه، ما ينفعش. انت حضرتك اللي يجي لك هو بيشتغل مهندس، وانت مثلا انا لو راجل مثلا طبيب، ما ينفعش يعدل عليا في علمي، زي انا برضو ما ينفعش اعدل عليه في علمي، ولا ينفع ننزل لمستوى الانسان العامي المنحدر خالص خالص لفهمه وهقول له الماده العلميه، فانا كده بضره اصلا، ما بفيدوش بحاجه اساسا. يوم واحده 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 بالمعلومه، مش هقعد في محاضره ومن اول ما اقعد هتكلم انجليزي واتكلم فرنساوي واتكلم بمصطلحات وابعد مصطلحات واضيف مصطلحات واحط مصطلحات. كل دوت انا يعني انا عانيت منه واخرين عانوا منه على فكره. ولما بتكلم بقول لك المحاضر الفلان جه واتكلم قعد يكلمنا بشويه مصطلحات وما فهمناش حاجه، لحد ما ايه يعني قدرنا كده نستوعب منه شويه وفجاه كلامك مظبوط. اما بنيجي نعمل محاضرات فيها مثلا تشريح او فيها كذا او فيها كذا فيها مصطلحات، بنحاول احنا بقدر الامكان نترجم لهم ونقرب لهم المصطلحات ونفهمهم معناها ازاي. ما هو بننزل اهو بالاسلوب، انما مش مطلوب مني مثلا الطبيب اللي شارح اناتو مني اترجم له المصطلح، ما هو عارفه وهكذا يعني. فاحنا يا جماعه احنا بنعلم بندرب يا جماعه. حته الدوره 3 ايام دي او الكلام ده انسوها بقى، ما عادش تنفع، ما ينفعش اصلا، غلط. احنا في سنه 2018 دلوقتي. حضرتك لما بتدي لقاء، ما بقولش على دوره، ما بعترفش انا باي دوره 3 ايام، ده كله كلام فاضي. لقاء لمده 2 3 ايام وواحد يخرج من عندك ويلبس البلط ويدبح في الناس وهو غير كفء، ده يعني احنا كده بنشترك معاه في المهازل اللي هو بيعملها. ان يبعتوا لي طب ما انتوا خدتوا الدوره دي عند الدكتور فلان، بتكلموني ليه عن كذا؟ اصلا ما فهمناش الحته دي، طب ما يرجع لكم تاني يفهمها لكم. برضه لما بيفهم يبقى بيفهمها لهم بنفس الطريقه العلميه. انا مش قاعد يا جماعه، او دكتور عبد الناصر مع احترامي لحضرتك، احنا مش قاعدين في طلبه ماستر او طلبه دكتوراه او طلبه بكالوريوس. يعني ده في ناس، مع احترامي لاخواتنا، في ناس ما درسوش ثانويه عامه ولا يعرفوا اي شيء عن حاجه اسمها يعني بيولوجي او كلام، ما يعرفوش اي حاجه من ده كله. ده انا بتكلم عن ايه، هي ده على جروب قعدوا يتخانقوا اكتر من ساعه على مكونات الدم، 4 مكونات ولا 5 مكونات؟ يعني هل ده يعقل؟ هما لو اتخانقوا على مكونات الدم في وجود حضرتك، المفروض كان الكلام الفيصل حضرتك تنزل الكلام على مكونات الدم وخلاص، هما يسلموا ان اهل الاختصاص، ما هو اهل الاختصاص بعيد بقى، اهل الاختصاص بعيد عن الموضوع ده. فاحنا ما بنيجي نتكلم على مسائل زي كده، يعني المفروض ان احنا يعني ايه نتعاون مع بعض ونضع كلمة سواء في مثل هذا الامر. ما ينفعش نستهين ببعض المصطلحات، لان بعض المصطلحات خطيرة. هل ده خلاص يا جماعة؟ هي بلازما، كرات دم حمراء، كرات دم بيضاء، الصفائح الدموية، الهيموجلوبين، يعني لا في حاجه ثالثه كمان، وفي حاجه رابعه لازم نقولها وخمسه لازم نقولها احنا ما قلناها. يا جماعه يعني خلاص حقكم عليا انا، معلش انتوا انا الغلط وانتوا اللي صح، خلاص ادرس. انا بكلمكم بصراحه، واتقال لي الكلام ده في محاضرات كتيره، يا دكتور انت علمتنا ببساطه اللي احنا نطلع نشتغل نعمل كذا عشان مورد رزق. خلاص انت عايزه مورد رزق، فهي كل اللي انا بقوله دوت، قالت لي كل اللي حضرتك بتقوله ده ما يهمنيش، انا كل اللي عايزه اتعلم
كل اللي انا انت بتقوله ده ما يهمنيش، انا كل عايز اعتبر مصدر رزق، هو ده الاقصاء، وده يعني ده انا ده بعتبر ده مثلا اقرار من حضرتك ان الدورات ده كله بيزنس مصدر رزق وخلاص. خلاص يبقى احنا شركاء في المهازل اللي بتحصل. على اي اساس واي وازع من ضمير انا بيديني بيجي لي الشخص لا مؤاخذه يعني احنا في مصر ممكن يقول لك جاي مثلا كذا، انت قلت ارمله، انت قلت كذا كذا، انا ممكن اقول لك حد واحد شخص عامي خلاص مش عايز اقول كلام يعني كده ماشي، واديله 3 ايام وبعد كده اسيبه يدبح في الناس عشان قال ايه اخلاق له مصدر رزق. ما لقاش مصدر رزق الا اجساد البشر. مصدر رزق ده مش وراه مشاكل في المجتمع، التهاب كبدي، فيروسي، ايدز، مشاكل ممكن تحصل للناس تعرض ليهم، البلاوي اللي بتتشاف، الدم اللي بيهدر، وانا عايز الناس اللي موجودين معانا اللي شاف يجيبوا لنا كم هائل ويغرقوا هذه الصفحة بعد هذه المحاضرة، يغرقوها بالصور المؤسفة والمزرية للممارسات السيئة اللي موجودة، الدماء اللي بتهدر بسبب هذا المنطق ان ده خلاص يعني سبوبة، سبوبة للمدرب وسبوبة للمتدرب. ازاي احط الابره والمكان بتاعها فين واقيس بصباعي بصباعي، بتقول لي كده اقيس بالصباع كده عقله اتنين تلاته يبقى في المكان ده، واحط الابره الصينيه بتاعتي هنا والفها يمين او شمال كل قد ايه. خلاص وطز في الابر الصينيه، طز فش في الابر الصينيه، ده اي منطق؟ اي منطق؟ ما كانش الصينيين عملوا البوينت ديتكتورز، الاجهزه الليزر اللي بتحدد النقاط او كذا او كذا، ما كانش الكلام ما بيتاخدش بالاسلوب ده يا جماعه. احنا هوننا الوخز الابري، وهوننا الاعشاب، وهوننا بكذا، وهوننا الحجامه، وهوننا كذا، وكل ده احنا بننزل لمستوى افكار ناس متخلفين جهلة عشان نبقى نرضيهم عشان السبوبة بتاعنا ما لمده تقعش. قد ايه وخلاص انتهت على كل بقى المسارات اللي حضرتك بتقول انا ما بعرفش انجليزي ما بعرفش فرنساوي في اللي انت عمال تقول لي عليه الاس يو والبي يو. ما تعرفش، ما تدرسهاش، شوف حاجة على قدها. مش عارف مسار المثانه ومسار مش عارف ايه وكل ده حضرتك انا ما اعرفوش يعني. طب هتقول لهم ايه؟ هتتكلم ازاي؟ احنا بنقول يا جماعه بيني انا اقول لهم ايه؟ صح، سؤال مشروع، سؤال مشروع. لما ليه انت عايزه تعلمي؟ ليه انت جايه تدرسي ابر صينيه؟ بتاخدي دوره ليه؟ هرجع لها فلوسها ولا مش سلام؟ طبعا انا ما بسمحش بكده اصلا، انا نفسي ما بسمحش بكده اصلا اساسا. اللي بيجي لنا بيبعت لنا مؤهلات وشهادات ودورات وحاجات زي كده يعني، وما اصلا قبل اذا كان متقدم 150 واحد عشان ينضم لمجموعه الصفوه العامه اللي هي الاولى المستوى الاول مجاني، ممكن يدخل منهم 30 40 بس اللي بيوفوا الشروط ويعرف يلخص بعض محاضرات مفتوحة ويبعتها وكلام من ده يعني. اللي بيفضل من ال 50 60 واحد اللي بيدخلوا مثلا صفوة معينة عامة بيتصفوا في النهاية على 15 16 ولا 20 او ماكسيمم 25 شخص عشان يروحوا مرحلة تكميلية للمرحلة اللي هو التقييم. ففي النهاية بتلاقي من متقدم من 150 واحد طلع لك بس 20، انا يكفينا ال 20 دول. نتعلم ببساطة ببساطة ببساطة، مش نغلط في كلمة دم فاسد جمهورية مصر العربية وجمهورية تونس الديمقراطية وجمهورية الجزائر الشعبية والمملكة المغربية و نغلط في كلمة دم فاسد شمال الوطن العربي كله ينقلب. لا يا أستاذنا الفاضل، ما يجيش الأمر بالموضوع ده. مين اللي قال الكلمة دي؟ ما هو بص، أنا أعتبر إن كلامك صح، إن الدول دي كلها قامت على الكلمة دي، ما هو ده على قدر مقام اللي قالها. ما هو ما قالهاش إنسان عادي، لو قالها إنسان عادي ولا بلتفت له. خلاص؟ إنما حضرتك قلتها، حضرتك مدرب ومؤطر في الجزائر وفي المغرب وفي تونس وكذا وكذا، بتطلع من تحتك إيدك عشرات مئات بيتدربوا، أما بياخدوا نفس العقيدة في نفس الفكر كله غلط، ما ينفعش إن إحنا نسكت له. لازم يتصحح. وواجب عليك أخي الحبيب بعد هذا الكلام وبعد هذا الرد، واجب عليك إن أنت كل الناس أو تنزل تسجيل صوتي وتنفي في ان مفيش حاجه اسمها دم فاسد في جسد الحي، وان كذا، وحافظوا على الدماء وتعلموا التشريط صح واعملوا كذا وكذا وكذا، ولا تستهينوا بالدماء، لان انت في نظرك ان الموضوع هين وهو عند الله عظيم.
إرهاق الدم بدون حق، جريمة، جريمة شرعية وجريمة قانونية. فإذا كنا إحنا بنتهاون فيها فغيرنا بياخدها بتخلف وجهل. المعالج بيتهاون فيها فما بي ما لا يوغزه ضميره إنه يصفي دم الإنسان بجهل، وهو فاسد بقى، ما هو فاسد طالع بره، فاسد 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 فاسد. حتى المريض يقول له شرط، طلع زيادة كمان ويطلع شكله بيقوله فاسد. لا لا أبدا، ليس هذا الفكر أبدا من فكر تأطير أو تدريس أو غيره، مستحيل. وفضل ترامب في امريكا يبعت لي يقول لي ازاي تقول دم فاسد؟ لا يا سيدي، دم مسكر وزي الفل، دم حلو والجسم يعني ايه مش عايزه بيتصدق بيه كده. حتى هذه اللحظة لم يصدر رد علمي مقنع محترم على هذا الكلام، الكلام كله سخرية واستهزاء بإن إحنا بنقول كذا كذا. ما وصلنيش رد علمي يقنع أي حد. خلاص؟ ولكن هو في كلام أشعر فيه للأسف الشديد بفقر المعلومة العلمية أو العجز عن الرد. لا ترامب ولا مش ترامب، الموضوع خطير مش سهل على فكرة، لأنك مدرب بتدرب ناس كتير، بيطلع من تحت إيدك أجيال، فلازم نعلمهم صح. كده بيقول لك يلا طلع، انا هطلعه لله. ما مش اجرام، ان احنا قلنا يعني تفسير بسيط للعقول اللي هتقدر تفهمها بشكل. أولا يجب عليك اختيار العقل اللي تدرس له مادتك، ثانيا لا يجب عليك إنك تنزل لمستوى العقل المتخلف، خلاص، انك تنزل لمستوى تفهمه. ثالثا الكلمه منك لو انت قلت ان الدم ده فاسد بياخدها الاخر كعقيده ويستهين بيها، وزي ما قلنا بيحصل كذا وكذا وكذا. رابعا الجريمه ليست في قولك كما تقول، وانا اراها قمه الجرم ان احنا نصر على ذلك الامر، لان الجريمه فيما يتبع هذا القول بعد ان يترسخ عقيده في ذهن المعالج وذهن المريض طالب الاحتجاب. والاخوه ان شاء الله على المجموعه اتمنى ينزلوا صور للناس اللي هم بيستخدموا عقيدة الدم الفاسد دي، وتشوفوا الصور وشوفوا الفيديوهات طلعوها وشوفوا الموضوع. الموضوع فعلا خطير، ما ينفعش يستهان به، ملوش علاقة بالطب يا اخي الحبيب خالص، ملوش علاقة خالص نهائي. اذا كان الشخص بيتبرع ب 400 سم بنعمل له كذا وكذا، انما اللي بيطلع من دم المريض 1000 سم و2000 و2000 سم، ده ايه ده؟ ما ينفعش. كده دوت. فجزاكم الله كل خير وشكرا، وان شاء الله دكتور عبد الباس دكتور عبد الناصر ان شاء الله جزاك الله كل خير، ونقدر نستفيد طبعا من بعضنا كلنا، الحاجه اللي عندك مش موجوده عندي، والحاجه اللي عندي مش موجوده عند الاخرين، وكل واحد فينا اكيد في حاجات علميه عايز يكملها، ما فيش حاجه اسمها منتهى العلم. وبعدين يعني برضو الحاجات الغريبه جدا، العلماء العرب كان يعني الرازي وابن سينا وابن النفيس والبيروني والجماعة دول كانوا يعني متشعبين في العلم. واحد تبص تلاقيه في الرياضيات، وبعدين في الطب، وفي الموسيقى، رغم ان يعني الموسيقى دي كانت عاملة زي، وفي الموسيقى وبيكتب شعر، يعني شعر وموسيقى، وكان طبيب وكان مشط وكاس وكذا، واعملها ازاي وابقى شاطر فيها وكويس، بس علشان اشتغل بيها واكسب فلوس، اشتغل بيها واكسب فلوس من الاخر. وربنا يصلح الحال ليس جدا، فاهمين الكلام ده. لكن المعالج البسيط مش عايز كل ده، هو عايز في الاخر مشط وكاس وكذا، واعملها ازاي وابقى شاطر فيها وكويس، بس علشان اشتغل بيها واكسب فلوس. عليها دراسات كثيره جدا، وطبعا يعني كل الساده الاطباء اللي على الجروب عارفين دراسه اكاديميه يعني ايه، يعني ايه اللي بيحصل فيها وايه اللي بيقرا فيها، نقطه بحث يعني ايه، كويس جدا فاهمين الكلام ده. لكن المعالج البسيط مش عايز كل ده، هو عايز في الاخر مشط وكاس وكذا، واعملها ازاي وابقى شاطر فيها وكويس، بس علشان اشتغل بيها واكسب فلوس. بس جدا فاهمين الكلام ده. لكن المعالج البسيط مش عايز كل ده، هو عايز في الاخر مشط وكاس وكذا، واعملها ازاي وابقى شاطر فيها وكويس، بس علشان اشتغل بيها واكسب فلوس، اشتغل بيها واكسب فلوس من الاخر. من الاخر.
احنا ننزل للمعالج البسيط او للعوام وننزل لمستواهم وندمر الدنيا وندمر التأطير وندمر التدريب وندمر المجتمع وندمر البيئة عشان المعالج البسيط يقول لك انا عايز كذا 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 عشان اشتغل بيها واكسب فلوس. هذا هو المنطق. احنا كده ما وصلناش لإجابة للأسئلة اللي احنا طرحناها، ولا تفسير لموضوع الدم الفاسد، ولا اقناعنا بموضوع حجامة الحوامل لكل من هب ودب، ولا مبرر ان احنا ننزل لمستويات دنيا عشان نرضي المعالج البسيط اللي عايز يحط الكاسة ويشرب كذا كذا عشان يشتغل بيها ويكسب فلوس. ليس هذا منطق ولا منطق تدريب. وانا طبعا ارجو ان يتقبل كلامي على صدر رحب، ولكن هذا ما ادين به لله سبحانه وتعالى، ان هذا النظام في التدريب نظام خالي من هو نظام بيزنس، نظام سوق. ما اعرفش يعني بعد الكلام ده يعني احنا في 2018 احنا رايحين على فين يعني. وعموما اتمنى من اخويا الفاضل محمد عباس ان يكون موجود معانا من المجموعة. انا قلت مع احتفاظي بالالقاب له ولنفسي خلاص، يكون معانا، لان في نقطة برضو كان قد اثيرت في موضوع كهربية التشريط اللي هو العدد الزوجي والعدد الفردي. اتمنى ان هو يتحفنا بها ان شاء الله رب العالمين، ولانها فعلا جد مهمة يعني. اشكركم وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.